الدين لا يهمنا ولا يهمنا الدين، نحن نعتنق الإنسانية بعدين نعتنق الديانات. هذا الخنزير أبو فلة، أبو فلة أنا كنت مفكره شخص إنسان كويس وكويس يعني مشان يلم تبرعات لهاللاجئين، بس للأسف اكتشفت حقيقته وأنه هو شخص ماثوني من الدرجة الأولى، من الماثونية الأولى. هذا الشخص طبعا أنا ما بعرف إيش أسميه، هو بيقول عن المسيحيين أخوتنا الله. من اخوانك المسيحيين، احنا تحيي الاخوان المسيحيين واخوان اخواني من جميع الديانات العالم. الله يحشره مع المسيحيين، إلهي وأنت جاهي. هذا الشخص شوف إيش عم بقول. عرق ولا أي شيء، كلنا تجمعنا من أجل عمل إنساني واحد. شكرا لكم لأن أنتم سبب هالشيء. ما يهم للدين، ما يهم للدين. طبعا هاد بس، وهلا شوفوا ايش عم بقول. قال اول شيء اعتنق الانسانيه، اعتنقنا الإنسانية ثم اعتنقنا الديانات، جزاكم الله ألف خير، ثم اعتنق ما شئت من الديانات. بعدين اعتنق الديانات. يعني شلون يا بهيم شلون يعتنق الانسانيه وربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وانت جاي عم تقول اول شيء اعتنق الانسانيه؟ ليش نحن بهايم حتى نعتنق الانسانيه؟ ليش نحن حيوانات بغير فصيلة نجي نعتنق الإنسانية؟ يعني بعدين أنت هبتعمل عمل لوجه الله، يعني شلون عملك لوجه الله وبتقول الدين لا يهمنا؟ عليك يا أبو خرة قز القرد، أنا كنت مفكرك شي شغلة، طلعت شي شغلة تافهة للأسف.